متابعين معكم محطاتنا، ختام عم بتقول انه مش غلط تكون المرأة هي المديرة، تغييد عم بتقول بالعكس بتكون واعية اكثر وذكية كمان. كمان بيران عم بتقول اكيد لا ما بحب تكون امرأة هي المديرة، بس رجعة قايلي بعدين انه بس اذا كنت انت رئيستي اكيد رح افرح وبحبك. ميرسي كثير، شكرا لك بيران. وايضا حقوقي عم بيقول اذا مديرتي امراه شاطره ومحترمه نفسها ليش لا، ما في مشكله ابدا. وزهره عم بتقول انه ما في مشكله اذا كانت هي المديره امراه، اذا كانت دكتوره وكابتن طياره ومحاميه ونائب ليش ما بدها تكون مديره بالشركه. وفريال كمان ريتلا قبل شو قالت، نور عم بتقول لما بيكون المدير رجل بيكون افضل بكثير رغم انه امراه. ونحن لما بيكون الشيف عندنا بالاستوديو كمان رجل ما بنزعل ابدا. ننتقل الشيف شادي امراه او لك الشيف شادي ما بيكون الشيف شادي امراه. انت شو رايك؟ ولا انا رايي حلو، ما عندك مشكله عن جد؟ ايه بس بتعيط قولك اذا لا ليه بدها تعيط؟ بتعيط اذا كانت مديره؟ ما بتعيط، بحب البنات يعيطوا علي. رح ننتقل لعندك شيف شادي ورشة ملح. أحبائي أهلا وسهلا فيكم من جديد، معنا أربع دقايق سريعين مثل العادة. بدي أرجع أشرح بس الوصفة اللي بلشت فيها بأول خمس دقايق ورح نقدمها سوا هلأ. واليوم عندي الكب كيكس المالح، كب كيكس مالح يعني حطينا فيه اشياء مالحه، يعني عملنا خلطات، حطيت او خلطه حطيت فيها طحين، حطيت فيها بصل، حطيت فيها من البقدونس، من البيض، من الحليب، من الزبده، ولا اطيب من هيك. وتحدي كثير قوي لحدا قاعد على الطاوله، اوكي؟ بموضوع طلعي اوكي، طيب، الكب كيكس اللي عملهم بعقده بجننوا، من بعد ما عملنا هالخلطه بجبنه الجروير او باي جبنه بدكم، حتى فيكم تحطوا الايمونتال بقلبها، الموتزاريلا بقلبها، بنحطهم بالفرن على حراره 180 درجه لمده 25 دقيقه. لما شلتهم انا من الفرن، اوكي، شلتهم قبل شوي صغيري من الفرن وحطيت على البعض منهم، شوفوا كيف حطيت من الموتزاريلا، اوكي، صاروا بهالطريقه. خلونا نشوف هلا اذا بنقرب هيك كلنا سوا، قربوا معي قربوا معي قربوا، برافو عليكم، ليكوا كيف بس هيك انتم تشيلوهم لبرا بهالطريقه. هلا الجبنه هون علقت فيها دقيقه بس، اوكي، هون طلعوا لكم شو حلوين، واحد. هلا بنرجع كمان على التانيين، طلعوا شو حلوين هالكب كيكس يلي معمولين من البصل، من البقدونس. وهلا كمان اعتقد انه رح تطلع الوصفه قدامكم، اذا ما طلعنا هلا الوصفه كمان قدامكم رح تطلع كمان على الساعه 12:24، هيك بتشوفوها كمان اكثر واكثر. بتقدموا بهالطريقه، طلعوا شو حلوين، وفينا نقدمهم بطريقه كثير حلوه. طلعوا فينا نحطها بقلب الصحن بهالطريقه هيك، وكون انا عامل لها صلصه من الحليب بقلبها موتزاريلا، عم تكتبوا قدامكم هلا الوصفه، اوكي. لكن حطيت انا اربع ملاعق كبار من الحليب، شوي صغيره من الموتزاريلا، مع كمان كم حبه من الفطر، مع شويه ملح وفلفل. وبيجي انا طلعوا شو بعمل، بحط الصلصه الحلوه على هالكب كيك المالحه، ولا اطيب من هيك. برجع بعيد، ان كان ترويقه، ان كان كمان غدا، وان كان كمان عشاء، شغله كثير حلوه ولا اجمل من هيك. فيني كمان زينها بورق كمان الحبق بهالطريقه، ورش عليها كمان شوي صغيره من الموتزاريلا. لكن لكل 2 كوب كمان من الحليب، من الطحين، بنحط له نص كوب من الحليب. شغله قبل ما ارجع لعند غيدا، في كثير اشخاص بيقولوا لي شيف شادي عملنا وصفتك بس كميه الحليب كانت قليله على الطحين او كميه السائل. طيب معكم حق، بس انا دائما بقول انه دائما في انواع من الطحين بتختلف عن انواع تانية حسب كميه البروتينات الموجوده فيها. يعني ممكن وصفه تاخذ معنا، اوكي، لانه الطحين مختلف، وكل ما يكون كمان البروتين اكثر كل ما نحط سائل اكثر، فانتبهوا على هيدا الموضوع، يعني بتفرق معنا يمكن هالقد شيء لا يذكر. غيدا لعندك وانا رح غوص بالكب كيك. يلا غوص بالكب كيك وراجعين لعندك نحن بعدين شايف، رح ننتقل هلا لعند دومينيك وتي في شوبينج. صباح الخير دومينيك. صباح الخير غيدا. اليوم معنا اشياء متنوعه، في شيء جديد كمان هون حدي؟ هون ما كثير جديد، بس الستيم سبيد. ايه مزبوط، هول اللي بيطلعوا قفر مع الشارك ستيم ماب يلي بدنا نحكي عنها هلا. الشارك ستيم ماب هي عباره عن ممسحه حديثه، يعني بدل ما نقعد نعصر بالمي وبكل شيء، اجتنا ممسحه بتشتغل على البخار، بتعقم اكثر من المماسح العاده والديترجان لانه على حراره كثير عاليه.
وما بتنقش كتير مي. بس قبل ما فسر عنا بدي بس فرجي شو الايتمز اللي بيجوا معه. في عنا هيدا الراس الريكتانجلور يلي هو مركب حاليا عليها، هو كرمال المساحات الكبار. يعني اذا عنا مساحة كبيرة لنمسحها بنحط هيدا الراس الكبير. بيرجع في عنا مثله على اصغر شوي يلي هو كرمال المساحات الاصغر، اوضة نوم، حمام، حيلا شيء ما بده كتير مساحة كبيرة. في عنا هيدا الراس الترينجلر يلي هو مخصوص كرمال الزوايا واهم شيء بالحمام، يعني بين اللافابو وبين البيدي ام الكرسي في عنا مساحه صغيره عاده ما بفوتوا المماسح او المكانس فيها، هيدي بتفوت. والحلو فيها انه بتكوع، يعني فينا نبرمها مثل ما بدنا وبعدين فينا نطلعها طلوع. يعني اذا عم نمسح الارض بدنا نرجع نطلع لنمسح القعده ام الكرسي تبع اللافابو فينا. بيرجع عنا هيدا الراس يلي هو لونه موف، هو معمول من شعيرات صغيره من الميكروفيبر يلي شغلته خصوصي كرمال نقطعها على الاراضي الخشب كرمال ما كثير نزت مي، ام على الرخام كرمال ننتبه على الكواليتي تبع البلاط المبلطينو عليه، وخصوصي كرمال ما نستعمل ديترجان عليه. يعني الخشب خاصه اذا باركيه اصلي الديترجان ما منيح ابدا، بيأذي. ورخام الديترجان بيقيم من لمعيته، سو هيدا معمول خصوصي كرماله. بعدين فينا ننظف حواجب البواب يلي معمولين من خشب، لانه كمان مثل ما كنت عم فسر بتطلع 90 ديجريز، هيدي بتبرم 90 ديجريز، سو فينا نكمل ننظف حواجب البواب والشبابيك. عنا هيدي الشقفة البلاستيكية المبينة هون هي كرمال السجاد اسمها الكاربت جلايدر يلي بيتركب هيدا الراس عليها، يعني بدنا نركب الراس الريكتانجلر الصغير على هيدي ونحطها فوقها بهالطريقة ونحطها نمشيها على السجاد. هي كرمال تفوت البخار بواسطة يعني ثرو هيدي القطعة القماش كرمال تنزل بين الخيطان وتهويهم، يعني من بعد ما نمشيها فوق السجادة ما قلنا غير شوي نهويها برا، هي ما رح تنتلي مي ابدا، بس بتكون فاتت بقلب الشعر تبع السجاد لتنظفهم وتعقمهم. اوكي، هلا كيف تمشي؟ بتمشي على برنسيب البخار، يعني في عنا هيدي الفتحه هون اللي عم نشوفها، ما قلنا غير نعبيها مي بواسطه هيدي الكبايه هون، وفي العلام المبين هون بنعبيها ومنمليها كلها فيها. وقت بتملى كل الكبايه بنفضيها بقلبها بتخلينا نشتغل لحوالي النص ساعة من الوقت، يعني ما بيعوزنا كل شوي نفتحها ونرجع نعبيها. هلا انا بس بدي فرجي فادي محضر لك، قال بده يجي يوسخ الارض هون، قال هيك حد. قال ايه. انا ما سمعته. انا حسيته كتير عاقل اليوم. باي ذا واي بس هذا يا اما تحت ال ايه سوالي دوالي، اذا حسستيه عاقل يعني محضر لك يا عين. الله يستر، هلا يفقش لنا شي بيضة هون مثلا. يا عين. هلا هيدا الصوت يلي سمعني رح ارجع اجرب طلعه، هو الصوت تبع البخار يحو عم بيطلع، هو صوت تبع البخار يلي نحنا كل ما نكبس المسك نزول بهالطريقة عم بيطلع بخار. هلأ هون المطرح كله عم بيعقمه بلا ما ينتلي كتير مي، يعني بس بيمشي عليه. وفينا نرجع نبرم هيدي من تاني ميل إذا توسخيت ونشتغل من تاني ميل. وباي ذا واي كلهم فيهم يتفكفكوا وينحطوا بالغساله، يرجعوا بالنشافه ام ننشرهم برا، ضروري نحافظ على نظافتهم كرمال هيك حلو ضمنا نغسلهم. وبعدين الشريط تبعها بيتعلق بهالطريقه بكل سهوله هون كرمال نوفر كركبه ومساحه. اوكي، هلا الشارك ستيم ماب حقها 130 دولار واليوم طالع معها فري اوفر يلي هن الستيم سبيد، هن عباره عن طابتين مثل يلي عم نشوفهم هون، هن معمولين خصوصي كرمال النشافه مش الغساله. هلا هدول الفتحات كلها يلي عم نشوفهم هون هن كرمال يطلعوا البخار بالنشافه. هلا اول شيء شو بدنا نعمل؟ هيدي الفتحه الكبيره اللي شايفينها هون بدنا نعبيها مي، هي بقلبها اسفنجه
وهي الاسفنجة بتستوعب حجم كمية مي كبيرة، سو بس منعبيها مي مش مع السوبليسور عم شي تاني. وبعدين وقت الحماوة تبع النشافة ماشية هيدي كلها بدها تطلع بخار. شو الهدف فيهم؟ لشو لهم طعمة؟ هو كرمال يطروا القماش يلي بقلب الغسالة. يعني نحن وقتا بنستعمل سوري النشافة، وقتا بنستعمل النشافة كثير أوقات بنطلع التياب منهم كثير منشفين ومطقطقين قد ما الحماوة قوية، وكثير بدهم نرجع نبخن مي ونطول بالكوي. وقت اللي عم نستعمل هول أول شيء عم نوفر كمية الاسوبليسار اللي بنحطه كرمال نطري القماش، وثاني شيء عم نوفر كوي. يعني في كثير قماشات وقت نستعمل هول ببطل عايزهم كوي ابدا، مثل غيارات التخوطه. في كثير اوقات في قماشات بدنا نرجع نكويهم، في منهم القطن وقت نستعمل هول ما قلنا غير نقيمهم ونحطهم على التخت، مش ضروري ابدا نكويهم. هلا هول بيجوا اثنين، كل وحده منهم فينا نستعملهم اكثر من 100 مره بالنشافه. يعني هول وخاصه هلا غيدا مع الطقس والغباير وعم بتشتي وحل، يعني كثير اوقات بننشر الغسيل برا بيرجع من اول وجديد وبيتوسخ. عم نستعمل بهالوقت اكثر شيء النشافه، بقى هاي ذس از بيرفكت للنشافه، لانه التيب يعني بنحافظ على تراوت التيب وما بيطلعوا مطقطقين ومجعلكين كثير. هلا ليلي بحب يطلبهم لوحدهم بلا الشارك ستيم ماب حقهم $24 ويستعملوا اكثر من 200 مره، يعني عن جد هافي ديوتي. واذا بتدقي فيها هي سميكه، يعني مش من هول اللي بينتاجوا ام بتحسيهم بيتجعلكوا بقلب الحماوه، هول معمولين خصوصي ليتحملوا درجه قويه من الحراره. مهضومين براتيك كثير. واخر ايتم بدنا نحكي عنه هو الوندر ماجيك، يلي هي هيدي المكنه اللي عم نشوفها هون، هي لكثير تساعدنا بالمطبخ ان كان بدنا تقصقص الفواكه ام الخضره هي ذاتها. بيجي فيهم علبتين مثل هول مع الغطا تبعهم وشفرتين، هيدي الشفره يلي السكويرز تبعها عراض مثل ما عم نشوفها هون، ويلي مركبه عليها هن السكويرز تبعها ارفع كثير كرمال نقدر نقص اشياء بحجم صغير. هلا انا شو بدنا نعمل؟ وقت بدنا نقص شيء بدنا نفتح التابروير ونركبه عليها بهالطريقه، ما قلنا غير نحطه ونبرمه. هلا انا حتى الشفره الرفيعه كرمال مثلا البصل والثوم يلي هن اضرب شيء تقصقص تبعهم والريحه تبعهم، ما قلنا غير نحطهم بهالطريقه ونكبس عليها ويا حني طلعوا هون بالعلبه. هلا فينا كمان مش بس البصل والثوم، اذا بدنا نقصص اشياء صغيره حسابي لشوربه خضره عم شيء كمان فينا نحط هاي الخياره بهالسهوله. في حدا عم بيقول هي حدا عم بيقول هي مبسوطين جوا بالكنترول. كمان اذا بدكم بطاطا مقليه بعد ما تقعدوا ساعه تقصقصوا يا حني بيتعبوا كلهم بهالسهوله وبهالسرعه، يعني عن جد كثير بتوفر عذاب وشغل ووقت، وبيطلعوا كلهم بذات الحجم. مزبوط. هيدا الحلو فيهم، يعني اذا بدك تعملي فرايز للولاد بدك تعمليهم هول الرفاع والصغار، كثير حلو تستعملي الشفره الالومات كثير حلو تستعملي الشفره الصغيره لتعملهم. واذا بتحبي الفرايز هيك سميك وبيشهوا فينا نستعمل الشفره العريضه. انا اصلا ذكريهم بالفرايز هلا لانه انا كثير جعانه. خاصة الكب كيكس اللي على الملح والجبن الدايبة ورانا، يعني عم جرب ما ركز عليه ابدا. الوندر ماجيك حقها $33 وكل هدول الايتمز يلي بنشوفهم نحن دائما بنقول هن معمولين خصوصي كرمال التي في شوبينج، يعني مش موجود الكونسبت تبعهم ابدا بالسوق وما رح تلاقون بالسوق، وبس عبر عالم الصباح. برافو غيدا. وكلهم واصلين لعندكم على حيلا منطقه بلبنان بدون اي كلفه اضافيه، يعني فري اوف تشارج، ما لكم غير تلفنوا على الارقام المبينه على كعب الشاشه وتطلبون. اكيد شكرا كثير. ميرسي. فينا نعمل ريكاب سريع سريع. الشارك ستيم موب يلي هي الممسحه يلي بتشتغل على البخار وبتعقم كثير منيحه، حراره كثير عاليه، حقها $130 وطالع معها سبيشال اوفر يلي هن ستيم سبيد، عبارة عن طبتين مثل هولي بنحطهم بقلب النشافة كرمال نطري التياب. يلي بحب يطلبهم لوحدهم حقهم $24.
والوندر ماجيك يلي هي مكنة كرمال قص الخضرة والفواكه حقها 33 دولار بس. شكرا كثير مشتاق السبت، احنا ان شاء الله بعالم صباح رح نتابع محطاتنا بعد لحظات بوقتها، خليكم معنا.